هنعمل خميس وجمعة وسبت لإخواتي تجار الجملة والأونلاين والمحلات وأي حد محترم عايز ياكل عيش. عرض المرة دي هيبقى على الرجالي بس وخمس تصناف عشان لا تتوه ولا تحتار. أول عرض هتدفع 1700 جنيه هتاخد 20 بنطلون، يعني القطعة واقفة عليك في العرض ب 85 جنيه. هتنقي براحتك من ثلاث تصناف، عايز صنفين ماشي، لكن ما ينفعش تنقي صنف واحد. البناطيل بتبدأ من 29 ل 38، السري 10 قطع مقفول لون واحد، عايز السري يجي لك لون واحد ماشي، عايز السري نقسمه لك على لونين ماشي. لو يهمك تعرف سعر القطعة في الدستة بكام اطلب الكلام ده في تعليق وهرد عليك. وتاني عرض هتدفع 2000 جنيه وتستلم 20 بنطلون بس حاجة أعلى شوية وحاجة مميزة جدا عندنا، يعني القطعة هتقف عليك في العرض ب 100 جنيه. وبرضو عندك 3 تصناف، نقي 3 نقي 2 بس برضو ما ينفعش تنقي صنف واحد. منهم صنف لوحده كان بيتباع ب 135 جنيه اللي هو المقاسات الخاصة اللي من مقاس 34 ل 44، يعني تقدر تاخد الشروال الجينز ده، يعني تقدر تاخد البنطلون الجينز المقاسات الخاصة ده، وتقدر تاخد البنطلون الجبردين الأندر أرمن المحترم ده. وبرضو لو مهتم إنك تعرف سعر القطعة في الدستة كام اكتب في تعليق وبرقم العرض هرد عليك بالسعر كام. تالت عرض بقى عندنا شروال بنجالين السري لون واحد 10 مقاسات 3 تلوان اللي شايفينهم قصاكوا في الصورة. الشروال ده بنبيعه ب 78 جنيه للجملة، هتاخد ب 1300 جنيه 20 بنطلون، يعني يقف عليك الشروال في العرض ب 65 جنيه. كده انت موفر 13 جنيه في كل قطعة، السري 10 قطع لون واحد والشغل 3 ألوان، واحنا هنشكلهم لك براحتك. ولو برضو عايز تعرف السعر الجديد بتاع القطعة في الدستة اطلبه في تعليق وهرد عليك. ورابع عرض عندنا ب 1500 جنيه هتاخد دستتين يعني 24 قطعة، بولو شيرت رجالي ميكس محترم من 3 أصناف، منهم صنف مصري عالي ومنهم صنف متصنع في مصنع تصدير ومنهم صنف مستورد، يعني واقف عليك الحتة في العرض ب 62.5. أي توضيح عن السعر القطعة في الدستة اكتب في تعليق وهرد عليك. وعرض رقم 5 والاخير معانا النهارده، عندنا في المكتب صنفين تيشيرت مطولين رقبتي قصاد كل الناس اللي جربتهم، التيشيرت البنجالين الخامة المستوردة المطبوع ستر وظهر ده، والتيشيرت القطن التريكو المشددين من الجنبين ده. الصنفين دول لو خدت منهم دستة هتدفع حق دستة هتستلم 16، يعني على كل 3 قطع قطعة هدية، يعني بحق 12 هتستلم 16. لو عايز تعرف سعر القطعة في الدستة اكتب تعليق وهرد عليه. اخر حاجة بس عايز اوضحها ان العبرة في العرض بالسداد، يعني السداد خميس جمعة سبت، غير كده هتبقى انت بره العرض. كلامنا عجبك والعروض بتاعتنا عجبتك، من فضلك ما تبخلش علينا باعجاب وتعليق ومشاركة خلي الكل يستفيد. لو كلامنا ما عجبكش من فضلك برضو دوس ديسلايك بس فهمنا في تعليق كلامنا ما عجبكش ليه. وطالما حضرتك وصلت معانا لحد اخر ثانيتين كده في الفيديو خليني اقولك على حاجه مش هقولها في قلب البوست ولا هقولها في قلب الفيديو، ان الشحن لاي اوردر حضرتك هتطلبه مجاني، بس فكرني وانت بتطلب الاوردر ان انا قلت في الفيديو ان الشحن مجاني، كده هعرف انك شفت الفيديو لحد اخره. تحياتي للجميع، كان معاكم محمد عمر من مكتب اوتلت.